مرحبا. كنت أنا على المشي بدي أقول لك اليوم ما تعاشر شخص شبع بعد جوع، لأنه الخير يلي فيه دخيل، إنما عاشر نفس جاعد بعد الشبع، لأنه الخير يلي فيها أصيل. سكر دينيك عن أخبار الناس إذا ما كنت قادر تغلق أفواه المتكلمين، وعيش إنك ترضي ربك. ما تقيس العقل بالعمر، كم من صغير عقله بارع وكم من كبير عقله فارغ. تعلم فن الاحترام وتذكر إنه المال بيعطيك أصدقاء المصلحة، والجمال بيعطيك أصدقاء الشهوة، والأخلاق أصدقاء العمر. ما تحقد وما تتأخر عن الصفح إذا زعلت. ممكن الإنسان لما تقرر إنك تصفح عنه يكون بطل موجود. إذا أحزنت إنسان ما تتأخر إنك تراضيه. ما تخلي الشمس تغرب على غضبك. خلي خطواتك بالحياة مثل يلي بيمشي على الرمل، ما بينسمع صوته إنما أثره واضح. والله معك.